انتهى الحديث في الأسبوع الماضي حول مسألة عزل الدين، يعني أنا مطالب لآخر بما قدره 1000 دينار، فأنا قمت وأخذت ما قدره 1000 وضعته في ظرف وكتبت هذا ديني لفلان. أنا الآن عزلت المبلغ، هل يتعين الدين في العزل؟ لما الفقهاء طرحوا هذه المسألة؟ لأن هناك بحث في باب الضمان. أنا إذا أمين هل أضمن إذا تلف المال أو لا أضمن؟ مثلاً واحد قال لي أنا على سفر وعندي ذهب الزوجة أو عندي فلوس في البيت، بعطيك إياها أمان أحفظها في غيبتي وسفري، أعطاني المبلغ أو الذهب وخليته في مكان آمن وقفلت عليه، ودخل البيت سارق متمهر في السرقة، عنده خبرة، كسر كل شيء وفتح كل شيء وسرق أغراضي وأغراض الناس. الفقهاء يقولون الأمين محسن لا يضمن، ما قصر. أما واحد مخلي أمانة الناس على الباب بس تدفع الباب تشيلها، هذا تقصير. المقصر يضمن، لكن الأمين الذي لم يقصر لا يضمن. يعني نحن سرقنا وانت سرقت، ايش ذنبي بعد؟ هذا كبتي وهذا مكاني وهذا اللي أحفظ فيه أموالي. فمن لا يقصر وهو أمين لا يضمن لو تلف المال أو سرق. الآن أنا أمين، ال1000 دينار الدين خليتها في ظرف وفي خزانتي وقفلت عليها، ودخل سارق وسرق كل ما موجود حتى الظرف اللي كاتب عليه دين فلان، أضمن له لو ما أضمن؟ فقهاء يقولون تضمن. كيف أضمن وأنا خليته في الخزانة المخفل عليها؟ ما صارت فلوس فلان بمجرد العزل، عزلي أنا ما جعلتها النقود ملك فلان. فلان لي 1000 دينار في ذمتي صرفتها، وأنا الآن أعطيه بدلها، إذا ما قبض بيده ما صارت هذه فلوسه، فإذا سرقت أنا المسروق وليس الدائن اللي سلفني. فتقول لي سامحنا يا فلان، باقوا الفلوس خليناها في ظرف وفي الخزانة ومقفل عليها وباقوا، فخسارتك من جيبك. يقول لا مالي ذنب، أنا ديني في ذمتك مو في هالأوراق اللي أنت عزلتها وسميتها فلوسي، هذه فلوسك فأنت مطالب أن تعطيني 1000 يدفع. هذا ليس كافي، عزل ما يكفي. لكن لو قال لي قلت له هذه فلوسك أخذها، قال تدري خلها عندك أمانة الحين، أنا الآن بيتنا يشتغلون ما في أمان، ورجعت الخزانة وقفلت عليها، وإن سرقت أنا ما أضمن لأن قبضها وتعينت ثم أعطاني إياها كأمانة، حينئذ إذا سرقت بدون تقصير مني لا أضمن له. هذه مسألة اتضحت. انجي لمسألة أخرى وهي مهمة، ألا وهي موت أحد الطرفين. أنا ساعات أنا الدائن، ساعات أنا المديون. إذا مات الدائن أو المديون والأجل لم يحن وقته، كيف يعني؟ جاء واحد ضرب الباب قال لي يا فلان أمضي منك 500 دينار قرضة إلى سنة، تفضل هاي 500. أخذ 500 شهر مات، الآن جاء ورثته، هل الأجل المؤخر اللي ما حان وقته بموت أحد الاثنين إما الدائن أو المديون يلغي الأجل ويحل ويقول لازم الحين يدفع؟ هذه مسألة مهمة، لأن ساعات واحد مأجل عليه أنت الدين ومات، ها
هل لك حق تروح تقول يا جماعة فلوسي؟ يقول لك أنت أعطيت الوالد سنة ما صار سنة. لا، إذا مات المديون حلت ديونه. عجن حاسم وقسمون التركة وتخلصت على أجي. أنا أقول يا جماعة قاعد جيت متأخر، طارت لطيور برزاقها. لا، إذا مات المديون حلت ديونه. ما تشوف القرآن يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ أول قبل لا نوزع على التركة نشوف فيه وصية، نشوف فيه ديون. أول خلص الديون والوصية بعدين نوزع التركة، والوصية لها شروط يعني الثلث وغيره، بس أول هذين الأمرين الدين والوصية. فالمديون إذا مات حلت ديونه. في طبعا الناس يقول لك أبونا ما عنده شيء، كيف ما عنده؟ والله ما عنده، يوم موت عنده دينارين وانت لك 1000 دينار. ما عنده ناقد، عنده بيت وعنده سيارة وعنده أغراض. هاي كلها قبل لا نوزع تركة نقول أول نبيع ونسدد ديون الناس بعدين الباقي تركة. فإذا مات المديون حلت الديون، أما إذا مات الدائن لا تحل. يعني شلون؟ يعني مات راعي الدكان وجو أولاده، طالعوا الدفاتر موجود فلان عليه 50 دينار إلى سنة، هذا إلى 6 أشهر. اتصلوا لهم كلهم يلا يلا جيبوا، مات المرحوم. قل لا، مو كيفكم، احنا اتفقنا اياه مؤجل، اتصلوا لنا عقب 6 أشهر يجي وقت دينكم. فإذا مات الدائن الذي أقرض الناس لا تحل الديون، ينتظر على المديونين إلى أن ينتهي الأجل. هذه في فرق. إذن موت المديون يجعل من الدين قد حل وقته، موت الدائن لا. السؤال يقول له واحد عزل الخمس وباقوا، الخمس كثير من فقهائنا يقول لا يكفي العزل، ما تعين بالعزل، لكن قالوا أو قال بعضهم أنت الآن عندك 1000 دينار فيها 200 دينار خمس، وأنت ما قصرت، عزلت المبلغ في مكان أمين، وجاء من سرق 200، أحين بتخمس الباقي 865، لأن 200 اللي سرقها السارق هي مو كلها إلك، إلك 160 و40 خمس مالها، هو سرق إلا إلك وللسادة والإمام، سرق 40 دينار للسادة والإمام و160 إلك، فبقى عندك 960 عدل؟ يصير شنو؟ 160 خمسها باق، بقى عندي 800 بخمسها، 5 × 800 = 160، بطل 160 خمس اللي عندي داك باقني وباقي السادة والإمام، مو باقني بروحي. أما إذا أنا مقصر لا تضمن، أنت قصرت في حفظ مال السادة والإمام تضمن الخمس كامل 200 دينار. نجي إلى مسألة أخرى ترتبط بحلول الدين، وهو المهر المؤجل. قالت الزوجة مهري قدره 5000 دينار، 1000 دينار معجل الليلة، و4 إلى حين مطالبتي وقدرتك. خلتنها وقت اللي تحتاج أن تضغط، ما عاد لها الورقة الاقتصادية. الآن طلقها، إذا طالبت وعنده يدفع لأن الأجل عند مطالبتها وقدرته، لكن بعض الأحيان يكون محدد أجل 4000 إلى 5 سنوات، عقب سنة طلقها. السؤال، هل بتطليق الزوجة يحل دينها وهو بقية المهر أو لا؟ لا، بعد عقب 5 سنوات، اتصلي عقب 5 سنوات انطرش ليش المبلغ.
السيد الإمام يقول طلاق ليس كالموت، فإذا الزوج طلق وهناك مؤجل ولم يحن أجله تنتظر، ما له علاقة بطلقها، إليها فلوس، علقت فلوس الآن باقي، إذا حل الأجل تتصل تطالب بدينها ببقية مهرها. أما السيد الخوي السيد سيستاني يرون أن المنصرف إلى التأجيل ما دامت زوجة، ما في راحت الزوجية يدفعون فورا. كيف يعني؟ احنا عدنا الشروط تارة مصرح بها في العقد وتارة ما يحتاج نقولها، مرتكزة. شلون يعني؟ اجيب مثال. تقول للفقهاء كمثال: هل يجب على الزوج ينفق على زوجته بمجرد العقد؟ ما بيزفونها ليلة عقب سنة، فترة الخطوبة سنة، فترة الخطوبة مو وياه في بيته، واجب عليه ينفق عليها. قالوا النفقة تجب بالعقد لأنها صارت زوجة، إلا إذا اشترط عليها أن لا ينفق إلا بعد الزفاف، أو كان ذلك هو المرتكز في بلدكم بحيث ما يحتاج نقوله من وضوحه، فيقولون هذا شرط ارتكازي ما يجب ينفق، لأن ارتكاز أن في الخطوبة ما ينفق، هذا ما ذكروه في العقد لكنه مرتكز. هنا السيد السيستاني والسيد الخوئي يقولان إذا كان المنصرف، يعني هذا الكلام إذا قالت بقية مهري مؤجل إلى 5 سنين، إذا صار المنصرف إليه، يعني المفهوم من هذا الكلام أن إلى 5 سنين ما دامت الزوجية موجودة، إذا انتهت الزوجية طلقها لا، ما في تأجيل لحل الأجل. يقول حينئذ سيد الخوي مجرد يطلقها يدفع عليها المؤجل. تقول أنت يعني سيدنا وش رأيك؟ قال أنا اللي أفهم أن المنصرف ما دامت زوجة تأجل له، إذا بيطلقها تأخذ فلوسها يحل الأجل. إذن السيد الإمام قال ما يحل الأجل، سيد الخوي سيد سيستاني قال لعل المنصرف هو أنه التأجيل ما دامت زوجة، إذا طلقها يدفع لها البقية وينهي العلاقة، هذا أيضا مرتبط بأجل الدين. نجي الحين إلى مسألة تحصل بين الناس وهي ما يسمى بتنزيل الدين. كيف يعني؟ واحد استلف مني 1000 دينار قال لي إلى سنة تقبل، أقول له حاضر تفضل، صادني طارئ الآن محتاج 800 دينار، أنا اللي سلفت. أتصل له أقول له ويش يا عمي؟ قال ليش متصل؟ ما استوى الوقت، الأجل ما حل. أقول له عندي لك عرض. عرض تفضل، تدفع الآن وننزلك 200، تدفع 800 يزيوز، سلفت 1000 وخفضه إلى 800 وأنقص الأجل باتفاق وياه، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. خذوها من الأخير، إذا أنا سلفتك يستحب ما أخذ المبلغ كامل، أخذ أقل عليك، وإذا أنت تسلفت مني يستحب ما ترجع المبلغ، ترجع زيادة، مو ربا، ربا إذا اشترط عليك. فالإسلام يقول الربا استغلال ينشئ عداوات، ونهم التآلف فلا أجوز لكم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن إذا أنت اللي أقرضت الآخر وتنازلت عن جزء، هذه حبب الناس لك، هذه غاية من غايات الدين التآلف، فيستحب أن تخفض المبلغ حتى لو ما نزلت الأجل، يستحب تأخذ أقل، وهو يستحب يعطيك زيادة حتى بعد أنت ترتاح تقول والله جزاه الله خير، ما اشترط عليه هو أعطاني، يستحب هذا بدون تأخير وتقديم الأجل. لكن الآن أنا أريد أقصر المدة، أقول له وش رأيك تدفع لي الآن وننزل عليك من الدين قسم؟ قال حاضر، كم؟ 800، تفضل 800، يجوز.
فيجوز أن يتوافق على تقديم الأجل وأن ينزل من قدر الدين. أما العكس، تصلي يا أبو فلان شحوال حياك الله، ترى باقي شهر. إيه أدري باقي شهر، حارس الشهر إذا صار جيب ديننا. قال أنا عندي لك عرض، وهو أأجل شهرين وزيدك 50، وإيش رأيك؟ يجوز لو ما يجوز؟ ها؟ لا هذه ما تجوز أبو رياض، هذا زيادة في قبال الأجل، هذا الربا، الربا تأجل وتأخذ ربح، وحل الله البيع وحرم الربا، ما يصير. فإذا طلب التأجيل بيدفع زيادة، هذا الربا لا يجوز. وبعض الناس يقع في هذا، شلون يقع؟ يقول أنا رحت البنك عندي بطاقة أقدر أسحب، إذا أسدد في المدة الفلانية ما يأخذون فوائد، إذا أتأخر في السداد يأخذون فوائد، يجوز؟ يقول لي أنت الآن اشترطوا عليك في ضمن العقد والتفاهم أن إذا أخرت السداد يأخذون عليك فوائد؟ قال إيه، هذا ربا، بس أنا ما بأخر، أنا ما بعطيهم، أنا 100% بسدد قبل لا أسعي لي ربا. بقبولك الشرط قبلت الربا ووقعت فيه. يعني احنا الان لو اجي الى سيد علوي يقول لي سلفني 100 دينار، اقول له تدفع 120، قال وش سوي؟ يلا الشرط باطل والقرض صحيح، ما بطل القرض، بس ما استحق عليه 20، بس يعطيني 100، الشرط باطل لكن وقعنا في الاثم بالقبول. ففي فرق بين ان بعطي لو ما بعطي، وبين أن أنا بقبولي شرط الزيادة أنا وقعت في الربا، وقعت في الحرام. فإذا قال إذا دفعت في هالوقت ما نأخذ عليك فوائد، إذا أخرت نأخذ عليك على كل شهر هالمقدار، ها إذا قبلت وقعت في الربا حتى لو نيتي ما أخر، أقول ما بأخر ما بعطي ربا، لا أنت بالقبول وقعت في الإثم، الشرط باطل لكن وقعت في معصية. فإذن تقديم الدين مع التخفيض يجوز، تأخيره مع الزيادة لا يجوز. مسألة أخرى، قسمة الدين، من نبدأ فيها ومن خلي تكملتها الأسبوع القادم؟ أي من خلي أسبوع، عادة يعني احنا علمونا التشويق يبدأ بشيء نلتقيكم في الحلقة القادمة، لا نجي الآن إلى قسمة الدين. الوالد مات وله 500 على فلان صديقة رقم واحد، و500 على فلان صديقة رقم اثنين. فقلت لأخوي وش رأيك؟ إلك 500 اللي على فلان ولي 500 اللي على فلان، قسمنا الديون ما استلمناه، يعني الآن الدين في ذمة رقم واحد وذمة رقم اثنين. فقلت لأخوي أنت إلك إلا في ذمة رقم واحد، وأنا إلي إلا في ذمة رقم اثنين، بعد لا تجي صوبي ولا باجي صوبك، أنت روح طالب واخدلك وأنا طالب واخدلي، أعطاك رزق ما أعطاك أنت الخسران، لا تجي لي تقول ما أعطاني وأنا كذلك. فهل يمكن أن نقسم الديون التي في ذمة الغير بيننا، أو قسمة الدين لا يصح؟ هذا ما سيأتي الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.